على بعد خطوة من خط النهاية يقف المرشحان في سباق الرئاسة بانتظار نتائج الاقتراع. هذه اللحظة التي تحدد من يبقى أو يدخل البيت الأبيض سبقتها رحلة شهور طويلة، مراحلها مرسومة منذ عشرات العقود لاختيار الرئيس. مراحل الانتخابات الرئاسية تبدأ بالانتخابات التمهيدية، والهدف منها تحديد مرشح الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري. اختيار مرشح كل حزب يتوقف على خيار المندوبين. يختار أعضاء كل حزب مندوبيهم في الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية الانتخابية. المرحلة التالية هي المؤتمرات العامة التي يقيمها كل حزب للإعلان عن مرشحه النهائي، وهو المرشح صاحب العدد الأكبر من ترشيحات المندوبين. وبعد اختيار كل حزب لمرشحيه يبدأ السباق الرئاسي الحقيقي بين المرشحين، لكن العملية غير مباشرة، إذ يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم ليس لصالح المرشح بل لأعضاء المجمع الانتخابي 538. هذا العدد يطابق عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي، 100 عضو في مجلس الشيوخ و435 عضوا في مجلس النواب، يضاف إليهم 3 أعضاء ينوبون عن العاصمة واشنطن مقاطعة كولومبيا. يحدد ويعلن كل عضو عن اختياره مرشحا محددا، ويذهب الناخبون لاختيار أعضاء المجمع. هذه الآلية هي ما يميز الانتخابات الأمريكية ويعقدها، لكن كل ما يهم المرشح للرئاسة بنهاية المطاف هو الرقم السحري 270، مدخل البيت الأبيض، وهو نصف زائد واحد من ممثلي المجمع. وهنا تبدأ المعركة. لنلقي نظرة على خريطة الولايات المتحدة، 50 ولاية لكل منها ممثلان اثنان في مجلس الشيوخ، وعدد من الممثلين في مجلس النواب يعتمد تحديد عددهم على سكان الولاية في تعدادها المستحدث كل 10 سنوات، وبذلك يترتب على المرشح التأثير في أكبر الولايات من حيث تعداد السكان. وهذه الولايات معروفة، تضم وحدها 40% من سكان أمريكا، هي كاليفورنيا وتكساس، فلوريدا، نيويورك، بنسلفانيا وإلينوي، التي تستحوذ مجتمعة على 191 ممثلاً، أي ما نسبته 35% من أعضاء المجمع. كاليفورنيا وحدها لديها 55 عضواً في المجمع الانتخابي، وهو العدد الأكبر من الأعضاء. لكن على أي حال، الآلية واحدة سواء في الولايات الكبيرة أو الصغيرة التي لديها 3 أصوات في المجمع الانتخابي فقط. كسب المرشح التأييد في أي من هذه الولايات يمنحه عدداً أكبر من المندوبين أمام منافسه، وبالتالي يحصد جميع أصوات مجمعها الانتخابي. هذا سار في جميع الولايات باستثناء مين ونبراسكا، اللتين تقسمان الأصوات بحسب النسبة التي حصل عليها كل مرشح. بعد إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في 3 نوفمبر لصالح أعضاء المجمع الانتخابي، تبدأ عملية الفرز في الولايات حتى 8 ديسمبر، وفي 14 يجتمع أعضاء المجمع ويدلون بأصواتهم ليحصيها الكونغرس في 6 يناير، وفي 20 من الشهر نفسه ينصب الفائز سيداً للبيت الأبيض.